صباح الخير، مالك في ايه؟ في حاجة لازم تشوفيها بنفسك يا أستاذة. عاوزاني أشوف ايه؟ امتى ده حصل وازاي؟ أنا جيت الصبح لقيته نايم، عم مسعود هو اللي فتح له. أيوة ست هانم، وأنا الصبح أنا منظف. خلوه نايم وبلغوني لما يصحى. تعالى يا مسعود قولي ايه اللي حصل. ايوه يا استاذ هانم، الساعه 7 الصبح وانا موظف المكتب جه هو خبط، فتحت له فقلت له الله انت ايه اللي جابك بدري دلوقتي؟ فقال لي ده انا جاي انا اخش الحمام. قلت له خش الحمام. ايه اللي حصل لك تاني؟ خناقه عائليه. خناقه عائليه تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مراية؟ شكلك طالع من صندوق زبالة. لا أصل الخناقة كانت شديدة شوية. مع أبوك ولا مع أمك ولا مع كله؟ مع أبويا وطردني. طردك؟ ومامتك سابته يطردك؟ معرفتش تمنعه؟ الخناقة كانت في الشارع عند العربية؟ أيوة. وإيه المصيبة اللي عملتها عشان أبوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الطرد دي؟ ولا كنت عارف إنك لازم تطرد؟ ما كانش ينفع ابقى جنبه وهو غضبان، وما كانش ينفع ارجع البيت عشان ما كنتش اخلص من ماما. لازم عامله سودة. خلاص بقى اللي حصل حصل، الموضوع انتهى. ما انتهاش بالنسبه لي. هي مساله عبيطه وهايفه، بس بالنسبه للوالد والوالده غلطه كبيره قوي. ايه سرقت اهلك؟ لا، ابويا ظبطني مع واحده في وضع مش كويس، وعفاريت الدنيا اتنططت فوق دماغه. قفشك مع واحدة؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب هتعمل ايه؟ مش عارف. بتلبس مقاس كام؟ ايه؟ بتلبس مقاس كام؟ 42. انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ افندم يا مدام، خدي اشتري قميص مقاس 42 وبنطلون مقاس كام؟ 34. وغيار داخلي فوق وتحت من اي محل وبسرعه. حاضر. حمامي في دش، لما تهاني تيجي تدخل تاخد دش وترجع بني ادم تاني، وتروح بيتكوا تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك، وتكون قدام العماره دي لما تخلص. هتكون هناك الساعه كام؟ الساعه 10 بالليل. اشمعنى الساعه 10؟ عشان ابويا يكون خرج من البيت. البواب هيكون مستنيك قدام العمارة، تقول له أنا عاطف ربيع وهو هيعمل اللازم. أغيب واللطائف لا يغيب. طبعا سمعت بالخيبة الكبيرة يا سي أحمد. سمعت عم ربيع. الحمد لله ان عملت الصح. لا عم ربيع انت ما عملتش الصح. طب واللي عمله؟ يا عم ربيع انت جيت تطفيها ولعتها اكتر. يا عم ربيع ليه نسيت ان ربنا امر بالستر؟ ما تزعلش مني يا عم ربيع، انت اللي فتحت ابنك بنفسك. ما انت لميت عليه اللي يسوى اللي ما يسواش. ده الراجل بيقول لي اللي انت اديته بالجزمه. نسيت ان عاطف كلها سنتين ويخلص الجامعه بتاعته. عاطف كان عنده قيمه وانت ضيعتها، وفي الاخر طردته. يعني بتسلمه من نار لنار. أصل العاملة دي بتجيب الفقر والخراب. ربنا بيغفر يا عم ربيع، سيب ربنا هو اللي يحاسبه بنفسه. طلع نفسك انت من الموضوع ده نهائي. مش جاهز ربنا يغفر له؟ طب بذمتك انت وانت في سنه كده ما عملتش حاجة شبه اللي هو عملها؟ أنا أعوذ بالله، أعوذ بالله، وأفضل أقولها لحد ريقي ما ينشف. خليه في الشوارع كام يوم يتربى علشان يعرف غلطته، وعشان الناس تعرف ان ما قصرتش في تربيته. وبعدين هو هيروح فين يعني؟ هو مصيره يرجع. الله اعلم يا عم ربيع. انت بتعمل ايه؟ يا
اخرسي غوري من وشي. يا عاطف اسمع بس، اللي انت بتعمله ده غوري من وشي. امك طلع على السلم. خشيها، انا مش عايز اشوف حد ومش عايز اسمع كلام من حد. ومين قال لك ان في حد عايز يتكلم معاك؟ اللي مش عايز يبقى بينا احنا كمان مش عايزين يبقى بينا. يا ماما استني بس، ده مهما كان حاطف ابنك يوريني ان هو ابني بصحيح، يروح يرجع هدومه دي تاني ويبوس ايد ابوه ويطلب منه ان هو يسامحه ويرضى عنه. اذا كانت كده سهله اسمع كلام امك يا عاطف. انا مش قلت لك اخرسي؟ مش عايزه تخرسي ليه؟ طب على الاقل عبر امك يا اخي ورد عليها. ارد عليها اقول لها ايه؟ اقول لها ان انا اتضربت بالجزمه على قفايا في الشارع وقدام الناس. اللي ضربك يبقى ابوك، والعامله السودا اللي انت عملتها تستاهل عليها 60 جزمه. دي اخر تربيتنا فيك، دي اخر سهر الليالي، دي اخر مره هتشوف فيها وشي. عودنا على الله فيك، ما جراش حاجه، في شباب زيك بيموتوا، اللي بيدوس ارض واللي بيغرق واللي بيتوب ساكت وهو واقف على حيله كانك واحد منهم. الله علي الأهوات، الله جهبكم، علي الأهوات، علي الأهوات ومن عليكم. وعليكم السلام. ليكم جواب. كتر خير.